الاطارات كل هذه يعني هو فريق العمل على جمعيه الرياده يتابع حتى وهو موجود في اطراف الدنيا في اوتاوا، الا انه يتابع في الجمعيه يعني يوميا وبالساعه وبالثانيه. احييه من الجلبه. ثم اثني على ما تعمل وتقوم به الجمعيه لانها كونت المئات من الشباب، هي جمعيه رائده يعني من حيث انها اخذت تقريبا الاستثنائيه او الاكسكلوزيفيتي، لانها تعتبر الجمعيه الوحيده على مستوى الهضاب العليا وعلى مستوى الجنوب التي قامت بهذا النوع من النشاط وهو المقاولاتيه وتكوين الشباب في اطار المؤسسات الناشئه والمؤسسات المصغره. والدليل على ذلك هو الثمار التي انا كنت، كان لي شرف انني كنت مكونا يعني هذه السنوات مده 4 سنوات كنت مرافقا لهم، وقمت كنت من بين الخبراء الذين كونوا هؤلاء. وحقيقة لو ترون ما قدم هنا هو موجز، بركة هو موجز، لكن لو تذهبوا الى مسعد وتروا ما قدم وما كون له هؤلاء يعني تدهشوا، ما تصدقوش باللي هذه الامور يعني يسعوها شباب من مسعد. هذا شرف للمنطقة، شرف للولاية، شرف حتى للجزائر، والدفع يعني المؤسسة او الجمعيات الاخرى من اجل يعني الحذو هذه الجمعية. النقطة الاخرى التي اؤكد عليها ودائما سوف اؤكد عليها لانني كنت في مداخلة الان في الاذاعة عن المباشر بتكليف من السيد الولي عن المؤسسات الناشئة، لانه يوم مفتوح في الاذاعة، وقلت ذكرت جمعية الرياضة، ذكرتكم اليوم صباحا على التاسعة، اخذتما كمثال وقلت يجب ان هذه الشركات التي اعتقد انها 25 شركة كونتها، نعم صحيح رقم مش نمرج غلط، 534 فرد من 35 شركة، نعم. هذه ذكرتها في الاذاعة لانها لا تذهب يعني الجهود سدى، وبالتالي دعوت هذه الشركات الى التسجيل في الارضية الرقمية للوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة، لان عندها صندوق خاص بها، ما عندهاش علاقة بالبنوك، ما عندهاش علاقة بليزانتيري، ما عندهاش علاقة بالبيروقراطية الادارية، لانك تسجل في الارضية موقع الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة سوف تجد الاستقبال من طرف الوزير شخصيا او ربما المكلفين الادارات المكلفة التي تعمل معه، ثم تجد المرافقة، تجد المتابعة، تجد الحاضنة، تجد المسرعات، تجد يعني وتمويل، يعني ما يخلوش الانسان عنده ابداع وابتكار و